فعلا احنا بسوق الدهوك السوق الابيض جايين على محلات الاجبان والالبان بالسوق. الاجبان والالبان اللي بسوق دهوك احسن من الاجبان والالبان المستورده. وهذا السوق يعني معروف مال الالبان، واي واحد مثلا يفوت بهذا السوق يشتم ريحه مثلا مال الاجبان والجبن وهي الشغلات مال الالبان. وهذا المعروف مال الاجبان يعني المحلي، يعني اللي مثلا هسه عندنا جبن هو محلي مال اقرا وهذول اللي يجوا يمنا، هو يعني عالم هسه اكثر شيء طلبيه ماله من الشغلات مال الداخليه، يعني مو مثلا هذا المعلب ولا اخ، لا اكثر شيء يحبون هذا الجبن واللبن ومع الغنم والقبل. أول ما يدخلون على السوق يشتمون ريحة الألبان والمشتقات بها، الناس والزبائن يجون من كل أماكن من داخل دهوك أو من خارج دهوك، من موصل مع موصل، ألبان والمشتقات مالتها قديمة ومشهورة بها من أطراف دهوك ومن قرى يجيبون داخل دهوك ألبانها مشهور والناس دا يجون عليها طبيعي 100%. تقريبا صار لي ساكن 7 سنين بدهوك، أنا من الموصل، سكني من الموصل، بس أنا صار لي 6 سنين ساكن بالموصل. وإحنا على طول إحنا نأكل البيزة والهاي الأجبان المحلية، وما شاء الله أنواع العسل الطبيعي الجبلي. المعلب بينه مواد حافظة، هذا ما بينه أي شيء، هذا أصلي ومنتج محلي، ما بين اي لا غش ولا شيء ولا مواد حافظه ولا مواد كيميائيه بها. الفرق هو يعني المعلب هسه مال المعامل وهيك، هذا مال البيوت يعني مال قرى، يعني حيل طيب، مو مثل مال، وهذا يستفيد يعني الواحد ياكل يعني يستفيد، مو مثل مال المعلبات كلها هيك شغلات، بس هذول يعني اي واحد ياكل يعني، حتى الخضره ماله كله يجيبون بالجبل، هذا كله دواء. فرق المنتجات المحليه، هذا منتجات اللي احنا نصنعها، موجود صناعتنا احنا يدوي موجود، واحنا عندنا بالقريه وبالاغنام شغلات عندنا حاليا موجود بهذا الشيء. ما نشجع المنتجات الاجنبيه، مواد الحافظه موجود حاليا في الثلاجات تنحفظ به او المجمدات، فهذا طبيعي كلها حاليا موجود.